لدى رعاية سموه لافتتاح معرض ومؤتمر استثمر في البحرين، حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، حث على الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة متوفرة بالبحرين تضمن مجالات كبيرة للنمو. ودعا سموه المستثمرين لاستغلال ما تتمتع به المملكة من اقتصاد ديناميكي وحوافز استثمارية وتشريعات وضوابط متينة تحمي حقوقهم في البحث عن فرص جديدة غير تقليدية، خاصة في ظل التسهيلات المتتالية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين. ونوه سموه بأهمية معرض ومؤتمر استثمر في البحرين في الترويج للفرص الاستثمارية ولمنتجات وخدمات المستثمرين وفي إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها مملكة البحرين وتتيح المجال أمام المستثمرين من الاطلاع عن كثب على المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة. وقال سموه أن الاقتصاد البحريني بما يرتكز عليه من قواعد متينة استطاع أن يتجاوز العديد من التحديات والتقلبات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم، وعلينا أن نعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتنا وتشريعاتنا بما يعزز من قدرتها على ضمان استمرارية النمو الاقتصادي الذي يعود بالخير على المواطنين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح اليوم بافتتاح فعاليات منتدى استثمر في البحرين 2016 في نسخته 11، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشكله الاستثمارات البحرينية من عضد هام وأساسي في مساندة جهود الحكومة ومساعيها في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا سموه حرص الحكومة على توفير مقومات البيئة الاستثمارية العصرية التي تتسم بالمرونة والجاذبية والانفتاح وتقديم التسهيلات التي تحفز المستثمرين على دخول السوق البحرينية في أجواء من الثقة والارتياح. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين وفرت من خلال المناطق الاستثمارية التي أقامتها العديد من الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري، وهو ما أهلها لأن تستقطب رؤوس الأموال الخارجية التي تعززت ثقتها فيما تتمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار بشتى أنواعه. وأشار سموه إلى أن رؤية الحكومة ترتكز على الارتقاء المستمر بالمناخ الاستثماري في مملكة البحرين، وبخاصة من خلال تطوير منظومة القوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لانطلاق الأعمال وتأسيس الشركات. ونوه سموه إلى أن ما تشهده المملكة من إطلاق مشروعات لتطوير البنية بما تم تحقيقه على صعيد الخدمات اللوجستية والحوافز الأخرى التي تقدمها الحكومة تزيد من تنامي القدرة التنافسية للمملكة في استقطاب وجذب الاستثمارات والثقة العالية في مكانتها كبيئة آمنة حاضنة للاستثمارات. وتوجه سموه بالشكر إلى كافة القائمين على تنظيم المنتدى، متمنيا سموه أن تكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح في بناء المزيد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بين رجال الأعمال. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعد وتفخر بتفضل سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم برعاية هذا الحدث الهام، والذي تسعى من خلاله إلى تنفيذ جانب من رؤيتكم الثاقبة وتطلعاتكم الحكيمة في تحقيق النمو المستدام والرفاه المنشود لمملكتنا العزيزة عبر تنويع مصادر الدخل والترويج للمزايا الاستثمارية التي تحظى بها في كافة القطاعات. ويأتي ذلك تمشياً مع السياسات الاقتصادية الناجحة والنهج الثابت الذي تسير عليه مملكتنا العزيزة بقيادة راسخة من قائد مسيرتنا سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة وحرص شديد من لدن سموكم ومساندة وإشراف
من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فإنه يا سيدي لشرف عظيم بأن نحظى بهذه الرعاية والمساندة من قبل القيادة، وأن نسهم بجزء يسير في حق هذا الوطن علينا جميعا. فكل إنجاز أو جهد نقوم به يظل لبنة ضئيلة في صرح هذا الوطن الذي يعلو ويرقى بتوجيهاتكم ومبادراتكم الحكيمة التي تصب في مجملها في صالح المواطنين بمختلف مستوياتهم. تمتلك مملكة البحرين سجلاً من النجاحات المتميزة في مجال جلب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية الرشيدة لهذه الجهود وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة. وقد أدت هذه الجهود إلى خلق اقتصاد يعتبر الأكثر تنوعاً في مجلس التعاون الخليجي وقادر على استيعاب التأثيرات والتقلبات الاقتصادية المؤقتة التي نشهدها في الوقت الحاضر، ومواصلة التطور ممتلكة إمكانيات وفرص كثيرة جاذبة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة. يطيب لنا أن يحظى القطاع الخاص في مملكة البحرين بالتقدير والاهتمام، وأن مشاركتنا الدائمة في فعاليات هذا المنتدى السنوي تحت الرعاية الكريمة أو الخاصة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر يأتي انعكاسا للتفاعل الإيجابي والعمل المشترك القائم بين القطاع الخاص والحكومة الموقرة في مجال ترسيخ القاعدة الاستثمارية لمملكة البحرين على أساس متينة ومرنة تتوافق مع متطلبات التحديث والتطور. ولا بد لنا هنا من تجديد الشكر والتقدير لسموكم وحفظكم الله ولكافة العاملين في المجالات الاقتصادية بحكومة البحرين لتنظيم هذا المنتدى والمعرض الاستثماري 11. من نافذة النسخة 11 لمنتدى استثمر في البحرين، جاء عرض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة بالجملة أمام ما يزيد على 500 مستثمر ومنخرط في مجال إدارة الأعمال التجارية المتنوعة، خصوصا في المجالات الصناعية والعقارية والسياحية والمالية، إلى جانب مجالي التجارة الإلكترونية والبنية التحتية. الهدف الرئيسي من المنتدى هو طرح مشاريع استثمارية جديدة في البحرين سواء على مستوى القطاعات أو مستوى مشاريع محددة، وأيضا المعرض المصاحب يستعمل كمنصة لعرض منتجات البحرينية خصوصا للشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة. وسوف يستعرض منتدى هذا العام مشاريع متنوعة في مجالات صناعية وعقارية وسياحية وإلكترونية، حيث يشتمل برنامج المنتدى على عرض حول الفرص الاستراتيجية المتاحة للقطاع الخاص والمرتبطة بمشروع السكك الحديدية البحرين مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية العقارية والصناعية والسياحية والتجارية الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. شركات تجارية من داخل البحرين وخارجها حرصت على حجز ركن لها داخل أروقة المعرض المصاحب للمنتدى لتقديم طبيعة ونوعية الصناعات التي أبدعت واختصت في إنتاجها. احنا نطمح أن تكون تصدير للخارج والمنتج البحريني ينتشر في الخارج، نفخر فيه احنا وتفخر فيه الدولة كذلك. يطيب لنا أن احنا نشارك في هذا المعرض اللي يحمل اسم مملكة البحرين واللي يجمع ما بين الصناعات البحرينية، منها ما هو الحديث ومنها ما هو اللي يبرز ثقافة وتقاليد المملكة. البيئة في البحرين من أحسن الأماكن في المنطقة لأن المحفزات الموجودة وتشجيع الصناعة من قبل وزارة الصناعة موجودة. أخذت انطباع جيد عن المعرض،
ما شاء الله وايد حضور وإقبال قوي من مختلف رجال الأعمال في البحرين والمستثمرين الخارجيين. بيئة إدارة الأعمال واسعة النطاق لا يمكن أن تكون حكرا على الكبار. شهد البن خليل تأتي كأصغر تاجرة في معرض استثمر في البحرين، فهي من رغبت في المشاركة بأدوات التجميل التي تحترف أناملها استخدامها للتعريف عن نفسها بعدما لقيت موهبتها دعما من قبل مؤسسة التاجر الصغير. أنا هني تجارتي إن أماكج الأطفال، أروح لعيد ميلادات أماكج البنية اللي عيد ميلادها وأصدقائها. كان في زباين لك اليوم؟ إيه. كم؟ 5-6. نجاحات متتالية حققها منتدى استثمر في البحرين عبر طبعاته السابقة وصولا إلى نسخته هذه التي برعت في الكشف عن صورة التناغم الذي يلامس مسيرة بيئة العمل الاستثمارية في المملكة. هي دعوة تتكئ على العديد من مفاهيم المنطق، منطق يدعم أحقية وأفضلية الاستثمار في البحرين، سوق يفتح ذراعيه لرؤية تلك الفرص التي تجود بها بيئة الجذب التجاري التي لا تبخل في الإفصاح عن مكنونها الثري. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.